عدنا إليكم بعد ما شفنا هذا المقطع. جمهورنا الكريم ومعنا على الهاتف الأخت شيماء الجهني عضو فريق سمو والمجد. حياك الله يا شيماء. الله يحييك. يا مرحبا، ما شاء الله تبارك الله يا شيماء. حدثينا عن فكرة هذا العمل، وهل واجهتكم صعوبة ولا الأمور طيبة؟ أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا أحد أعمالنا الأخيرة في بيتنا بيت المجد. أما بالنسبة للسؤال، فكرة برنامج فائدة سمو كل حلقة راح تكون في مواضيع مختلفة وإرشادية وتوعوية خاصة للأطفال. راح يقدموا بنات المجد وهم داليا الصقر والعنب عبد الحكيم وحنين السحر وريما أحمد وجواهر الماجد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اولا الله يجزاكم خير ويبيض وجهكم انتم، يعني الفرقه الداعمه لقناه المجد. احنا عندكم احد الاعمده الاساسيه في شبكه المجد، وقلوبنا مفتوحه لكم واذاننا مفتوحه لكم في اي وقت، وشاشاتنا هي منكم واليكم في اي وقت حابين تعرضوا فيها اعمالكم وحابين تعرضوا فيها برامجكم. احنا جاهزين وان شاء الله يعني نكون سند لكم باذن الله تعالى. وأنا أشكرك على الإخراج أو الفيديو، يمكن هو تشابه أسماء ما أدري، على الفيديو اللي قبل شوية اللي كان تصوير وإخراج جميل. في برنامج تصويري. تصويري الله يعطيك العافية وشكرا لك على يعني على مجهودك، وإن شاء الله نشوف فيديوهاتك تنافس وتنافس تأخذ المركز الأول في برنامج تصويري. خلينا نرجع الآن على فريق سمو المجد. نبغاك تعطينا فكرة كذا عن الفريق أو نبذة سريعة وعن آخر أنشطته. فريق سمو المجد التطوعي أنشئ قبل سنتين. يتكون الفريق أكثر من 20 عضو تحت إشراف الأستاذة مريم مصطفى، كل واحدة تبدع في مجالها، منهم المصممات والمنتجات والكاتبات والمصورات. ما شاء الله. هدف الفريق إرضاء الله تعالى ثم إرضاء شبكتنا شبكة المجد. آخر أنشطة الفريق مسابقة كانت في العيد باسم عيديتك من فريق سمو المجد، ولازال عندنا أعمال أخرى راح تشوفونها بإذن الله بعد برنامج فائدة سمو. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. والله يحق لنا نحن كشبكة المجد أن نفتخر ما شاء الله مثل هؤلاء ونرفع لهم يا عباس والله قبعة. نعم سهل. التقدير والاحترام سهل. طيب يا أختي ما وش حنشوف ممكن مواضيع جاية إن شاء الله كذا أو نترقب إيش حتسوونا؟ يوجد مواضيع مختلفة مثل التعاون والصبر، وراح تتعلق بعض المواضيع بالأزمة اللي نعيشها الآن. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك الأستاذة شيماء الجهني، إحدى عضوات أو عضو في فريق سمو المجد. وطبعا الفرقة اللي تدعم شبكة المجد ما شاء الله تبارك الله هي فرقة كبيرة جدا ومنتشرة، وبينهم يعني منافسة وحماس رائع جدا، دائما قاعد نشوفه حتى في السوشيال ميديا. جميل. في تويتر وفي الحاجات زي دي. صراحة من أجمل أشياء التنافس في الخير وفي بث القيام وفي زرع الأخلاق الحميدة بين المجتمع. يعطيكم ألف عافية، وبإذن الله تعالى نشوفكم في أعلى المراتب ولكم كبرى المنصات في السوشيال ميديا. عبد الرحمن قاسم.